من شيء قديم لشيء جديد، حاجات بتعملها بالإيد، عندك حاجة مش محتاجها استعملها هتستفيد، ما تخليهاش بنفسك اعملها بنفسك. سلمى شكلك عم تلعبي لعبة ممتعة، هاد هو الشيء اللي رح نشتغله اليوم؟ أيوة يا جاد، دي لعبة المتاهة. هنحتاج أي ورق كرتون ممكن تلاقوه في البيت، أقلام ومقص ومسطرة وصمغ. يلا بينا نبتدي. أولاً هنرسم مخطط المتاهة، نحدد فين نحط القواطع. بس لشو القواطع؟ القواطع هي اللي بتحدد الطريق للكرة علشان تتحرك من نقطة البداية لغاية نقطة النهاية. يعني لازم نبلش من السهم الأخضر ونوصل لهون على إشارة الضرب الحمراء؟ مظبوط يا جاد، وبعديها هنقص شرايط من ورق الكرتون ونبني منه حيطان المتاهة. هنحتاج لأربع قطع هنحوط بيها المتاهة، ودي هتكون على طرف الكرتونة اللي رسمنا عليها، وهنلزق القطع في الصمغ. تمام، عم نبني الحيطان. إيه رأيك؟ تكمل أنت الباقي؟ أكيد. وكده فاضل نلزق القواطع على الخطوط اللي رسمناها. أنا هستخدم المسطرة وأقيس طول الخط الأول وأرسم خط بنفس الطول على الكرتونة الفارغة، وأخيراً هنلزق القواطع في مكانها المناسب داخل المتاهة. وكده فاضل لنا الكرة. لو ما كانش عندكم كرة طاولة تقدروا تستخدموا الكرة النطاطة، أو حتى ممكن تعملوا أنتوا كرة ورق زي ما بيعمل جد كده بالظبط. تمام تمام، المتاهة بقت جاهزة. جاهز تجربها؟ جاهز. هايل، دلوقتي الكرة بتبدأ من عند نقطة البداية. انطلق. ها؟ هايل يا جاد. وانتم يا أصدقائي أتمنى تكونوا استمتعتم بوقتكم.